يا مهالة. هيا أم أشرف، عندك ليمونة؟ لا ما عنديش، ده أنا حتى بعت الواد بتاع الخضار اللي جنبنا قال له مفيش، بيقولوا المحصول هيتصدر كله السنة دي. يا جماعة طب ما تروحوا تشوفوا في السوق. يا جنيلة طب مش هنخلي الليمون السنة دي؟ هو أنت لسه بتخللي؟ يا أختي وأنا بخلل من جيبك، وبعدين المخلل لبيتي أحلى من الجاهز. طب يا جماعة ما تجربوا تشوفوا في السوق. ده بيقولوا هيصدروا ليمون ونستورده مخلل جاهز. ده هيبقى مملح وطعمه ماسخ. يا جماعة ما تروحوا تشوفوا في السوق. طب عندك حزمة كرات؟ عندي واحدة بايتة، بس ده هيلا صدروه هو كمان. مش هيصدروه عشان بيتحرق. بس كفاية هاري. مالها دي؟ خشي. ما كفاية هاري بقى، نزل أبليكيشن يا خبر واعرف الخبر الصح من المضروب. يا خبر، أخبار تتصدق.